السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل، قد قره طول الأمل، قد قره طول الأمل، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. إذا نحن يجب أن نعمل لهذا الصندوق، يجب نحن في هذه الدنيا كي نعمل لهذا الصندوق، نحن في هذه الدنيا كي نعمل للآخرة، نحن في هذه الدنيا نعمل كي نعمل لنرضي الله ورسوله وملائكته. الإنسان الفاشل الفاسد الذي يموت والله غضبان عليه، الإنسان العاصي الذي يموت ويدخل النار، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى لما نعمل سيئة يحسبها سيئة، ولما نعمل حسنة عشر حسنات، فكيف لإنسان يحصل عشر حسنات يدخل النار؟ حتى الملائكة تستغرب. الله يحاسبك على حسن على السيئة ويعطيك على الحسنة عشر عشان يدخلك الجنة ويدخلك الجنة. فالإنسان دائما يفكر نفسه أنه بيعيش الدهر كله. شو المقصود بهذا الكلام اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يا من بالدنيا اشتغل، الواحد مشغول في دنياه في شهواته، يركض وراء الشهوات والمسرات والشهوات ولعب الدنيا التي لا تودي ولا تجيب. يا من بالدنيا اشتغل مشغول فيها، ناسي دينه، ناسي ربه، ناسي رسوله، ناسي قرآنه، وناسي الأعمال الصالحة. شو 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 الشيء اللي يخليه يسوي هذا الشيء؟ شو قال؟ يا من بالدنيا اشتغل قد قره طول الأمل. أيوة، الأمل أن الإنسان يبغي يعيش طول الدهر، يفكر نفسه بيعيش طول الدهر، يفكر نفسه ما بيموت، ويوم تقول حق حد يقول لك بعدني شباب، بعدني صغير، والموت لا يعرف صغير ولا كبير. حتى الطفل من يولد من أمه مات، حد يموت بطن أمه، حد يموت بشهر بشهرين بيوم يومين سنة سنتين عشرين، الله ما يعطيك نعمل كم سنة. حتى لو تعيش 100 سنة، لكن شو دراك أنك بتعيش؟ هل تعرف متى بتموت عشان تقول لا بتوب قبل ما أموت؟ ما حد يعرف، الله أخفى هذا الشيء عنا. فالإنسان شوف يفكر نفسه أنه بيعيش الدهر كله. يا من بدنيا اشتغل قد قره طول الأمل، شوف قد قره طول الأمل، الموت يأتي بغتة فجأة، ما يشاور ملك الموت، ما يشاور، عنده أمر من الله أن يقبض هذا الإنسان في هاي الساعة وفي المكان المعين، زين، وفي اليوم والتاريخ بالثانية، لا يأخر ولا يقدم، عنده أمر ينفذ الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى. من يعصي الله؟ ما حد، لا بتروم تقول أخر ولا جد. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خلاص مات الإنسان، يلا نروح نشوف شو عملك في قبرك، بتحصله قدامك، إن كان عمل صالح وجدتيه، وإن كان عمل غير صالح وجدته ووجدتيه. فيجب أن نجتهد ونعمل، ننسى هاي أمور الدنيا، الدنيا فاني هاي، لو الواحد يسوي مليارات مش راح تأخذ منها شيء، والله درهم مش راح تأخذون معاكم من المليارات درهم، غير هاي الخلقة البيضة ودخلوكم في هذه الحفرة الضيقة. إذن ما فائدة كل العمل اللي قاعد تعملونه؟
ما فادتها الملايين والمليارات والعقارات والفلوس والزوجات والعيال والقبائل وغيرها ما في عملك وعملك الذي سوف ينفعكم في هذه الحفرة الصغيرة. هاي حقيقة. ليش نزعل؟ ليش نقول والله شو قاعد هذا الإنسان يقول؟ ليش يقول لنا شيء؟ وليش يسوونا؟ وليش يخوفونا؟ ما نخوف، هاي حقيقة. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا لو ما أحبكم وأريد لكم الخير ما أقول هذا الكلام، بنصح نفسي وخلاص، ولكن أنا مسؤول، أنا بتحاسب كذلك عن هذا الشيء. ليش ما نصحت أخوانك وأخواتك؟ هذا الإنسان يقول لك عقب اللهم أني بلغت، اللهم فشهد. مسؤولين، كل واحد من المسؤول عن الثاني. فيجب الإنسان يبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو كلمة، بلغوا عني. فهاي حقيقة، ناس تتهرب من الحقيقة. يقول لك يا أخي لا تسمع، أنا سمعت التلفزيون شيخ يتكلم في الدين وكذا وعن الموت وعن كذا والعذاب والأمور، بند سمع إنسان واحد ينصحهم يخي شردوا عنه. الله هذا كل الكلام اللي يصير ذكره في القرآن. فليش الإنسان لما يجيك إنسان ينصحك استمع، يمكن تستفيد، يمكن تتوب، يمكن تدخل الجنة بفضل الله وبفضل هذا الشخص اللي أرد الله طرش لك إياه. يمكن هذا الله مطرش لك إياه، يعني إنسان ما بيروح ينصح مني والطريق، هذا إنسان فاعل خير الله بعث لك إياه يريد لك الخير، وبيقول لك يا عبدي بعث لك فلان وفلان 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 ما استمعت لهم. ذوقوا العذاب الحين بما كنتم تكذبون. فالإنسان يجب أن ينتبه لنفسه، ويجب أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويطلب من الله العفو والمغفرة. فهذا ما قلنا، الإنسان يفكر نفسه بيعيش الدهر كله، وهو يمكن في أي وقت يموت. يا من بدنياه اشتغل قد قره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. القبر الأرض هاي اللي ندوس عليها حين زين، نحن ممكن ندوس حين على ناس كثير قبور تحتنا ولا نعلم منه تحتنا. فالله يرحمنا برحمته ويغفر لنا ويتوب علينا ويتوب على المسلمين، ويرحم موتانا وموتاكم، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وينزل عليهم الرحمة والسكينة والمغفرة والعفو والستر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت العزيز الغفور الودود اللطيف ذو العرش المجيد فعال لما يريد. السلام عليكم.